¿Cómo está el chamín? ¡Shaku, shaku! شكرا. أهلا وسهلا. أهلا أستاذ جميل. أهلين يا ميت هلا. تأخرتوا علينا. غلي قلبنا عليكم. طولوا الأولاد لناموا. أنا لو طلع بإيدي كنت إجيت من الظهر، بس الحقيقة إجيت لعنا سناء وشغلتنا. الله لا يسامح على هالسناء اللي أخرتكم علينا. لا لا أستاذ نعيم لا تغلط. هي صحيح القعدة معكم لا يمل منها، بس كمان القعدة مع سناء بتشرح القلب. تعرف أنت يغسل العين على الطول. لا ما في طول مشان يكون واحد ما شاء الله. هي على القامة كمان. يعني هي مثل عصفورة التين. القعدة معها حلوة، بحس حالي قاعد مع فري لما. لا ما معك حق أبدا يا أستاذ جميل. واحد بتغزل بعصفور التين وفري وعنده بطة. ايه صح معك حق. الله بعت لنا نسوان حلوين ما شاء الله، بس شو بدنا نساوي؟ العين غدارة. معك حق. تعرف انا شو بقول لمها دايما؟ بقول الواحد ما بصير ياكل موز 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 على طول، بيموز بعدين. الرجال بيشتهي ياكل من كل انواع الفواكه. انا امي مع المطبخ، خلي رجالنا يتغزلوا ببعضهم على كيفهم. حلو. استاذ نعيم هي تبعها بموزو حبيتها، يعني اذا اكلوا دراهم بدرقنوا. حلو حلو والله حلو. لك هلا شوفوا جوزك كثير متغير، مقلوب قلب كانه مو هو. صدقيني لو مو جوزك ما بتحمله. يعني هلا جوزك اللي قاعد عاقل. اتعودت عليه، جوزي هيك طبعه، بس انت ما كان هيك جوزك. يعني قطع جوزي بدرجة. ادقي على الخشب، انا ما صدقت انت انفكت عقدته وصار يحكي مع النسوان. يقبر قلبي، ما صار يحكي كلمتي، صار يحكي بيومكم. كتير فرحانة. اديري بالك عليه، اذ بكرة اذا تركتيه ما بتقدري تضبطيه. هذا غير الاحراجات اللي رح يحطك فيها قدام رفقاتك. انا مو غريبة يعني تحملته، بس واحدة غيري ما بتتحمله. لا اطمني، هي اكيد فورت انفكاك العقدة وبكرة اكيد بتهدى. صحيح ما قلتي لي كيف انفكت عقدته؟ تعي لقلي. ولا بلا. دايما شغال. صحيح. دايما شغال. دايما كثير طيب، يسلموا ايديك. القهوة جاهزة، تشربوا شاي ولا قهوة؟ يا ستي القهوة من ايدك حلوة والشاي أحلى، ياك أحلى. بس إذا القهوة جاهزة بنشرب قهوة. على عيني، جاي معك. سهلا. صحيح. شكرا كثير على البراد أستاذ نعيم. ولو ما في داعي تشكرني ابدا، بس على هو يكون عجبة للست الوالده. ها كثير عجبة، يسلموا ايديك. عم نحط فيه موز مشان نموز. يا اهلين وسهلين. اهلين وسهلين بالمهلي، يسلموا اليدين. تفضل استاذ جميل. شكرا، يسلموا اليدين. شكرا. تسلم يديات. سلامو سلامو، عزبناكي نحن يا مرحبا. ولو الله يخليك يا رب. الله الله، هي أطيب قهوة شربتها بحياتي أنا. هي نعيم اليوم جابها تازة، أكيد حاطت إصبعته فيها. لا يا سادي، شفايفك حلوة عم تشرشر قطر، حلتها للقهوة تحلاج. حلوة حلوة. أنتم شبكوا اليوم كأنكم مالكم طبيعيين. لا ما في شيء، بس عم نمزح. مزح. حلوه لا تقولي لي حلوه. حلوه حلوه. منموز نحن. يعني شو عليه لو خليتينا نسهرنا شي ساعتين ثلاثه لخار؟ شو كان بيصير؟ شو شايفه طابت لك القعده مالك بالعاده جميل؟ ايه معلوم، لانه الاكل طيب والوجوع حلوه. بس بتعرف انا كثير مبسوطه انك رحت عند الاستاذ سعدان وفك لك العقده تبعك. ايه هلكتني بقصه الخجل تبعك. وهلا شلون؟ شو شلون؟ شو شلون؟ بتطير لعال ما في منك، وخاصه لما سايرتها لسناء ببيتنا لبين ما لبست ثيابي، وكمان لما سايرتها هلا لمها لما تشكرتها على الاكل الطيب. يعني ما زعجتي؟ لا ليش لانزعج؟ ماني مصدق عيوني. اطلعي لك. احسنين نام فجر الصمام. تعرف جميل، اذا لسانك بده يضل اخذ على الحكي الحلو بدي يصير خاف منك. شو قلتي؟ عيديه عيديه. مثل ما سمعت، يعني اذا رح تضل تحكي حكي حلو مع النسوان بصير الفار يلعب بعبي. الله اكبر.
شكو 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 مالك جميل؟ جميل طول بالك شباب شكو شكو طول بالك جميل شكو شكو جميل طول بالك طول بالك جميل جميل حبيبي انت شباب زعلان؟ ايه زعلان؟ انت زعلان؟ ايه انا لازم ازعل ايه صار لك مدري كم يوم متغير صفنان وقاعد عم تحكي مع حالك صح شو عم تحكي مع حالك ما في شيء حنك عم يجعني رايح اتفرج على التلفزيون وانا كمان خدني معك ايه ماشي دورة اللي بعدها بستنى ليك بسل شو هالدولاب عم يركب على 8 لك وانت شمري منين جابوكي رح يخلص السحر ولسه ما ربعت شي سحر هنا طلع فافوش لحا ما حطيت 70 ليرة على الفاضي ايضا 100 ليرة سورية الدورة الاخيرة الخامسة اطفال 1-2 اطلع سبعة صفر 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 قولي واحد الحقوني انا 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 الحقوني رح اموت ابطي على القناة الثانية تكرم عينك عالم الحيوان صيد ايه حاضر الحقوني انا انا سامع جميل شوفي هذا صوت المحمود عم تستغيث تغيث قومي لنشوف شوف شوف محمود يا محمود جميل كسر الباب تعالي هو شبكي رح موت انجلطت انا لا رح تشرب عني وزيني شو جميل اطلب الاسعاف على السرير اطلب اوام جميل اوام اطلب لي الاسم اوام الان مفصول ماليا حلقني حلقني لا لا ما في شيء شاف الشنطه شنطه على بس على بس على بس ساعدوني يا جماعه ساعدوني خليكي برا خلص خليكي برا ما بتعرفي الأنظمة والقوانين هون شو بعرفني أنا؟ جميلة تكون ماتي؟ لا شو ما محمود عيونك شفتي جميلة تكون ماتي؟ لك لا مو محمود عيونك شفتي بس شو كنا عم يعملوا لجميلة؟ عم يسعفوها لك عم يسعفوها؟ لك ولعيني لعلفي أحلف محمود خلص عزاك شون قررنا حكيم؟ لوين أخدينا؟ على غرفة العناية مشددة عناية تفضل تفضل فوتوا 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 طاهر خليكم برا ليش تعملوا يا ناس؟ امنني يا دكتور جميل تكون ماتي؟ لا لا شو محمود ايه بالعملية تفضل تفضل تسطح يوم يا سلام هلا هذا هو تختي؟ ايه هذا تختي عن اذنكم هلا شو بدك بالخشبي؟ امي من تحت ظهري ما بتنطر انا الا على الخشام ايه على راحتك على راحتك اشلعي هيك بدنا ايه هيك بدي شو علي انا اللي بشلع جيبي جيبي توب نظيف تركبي لها سيرو شو اسمه حكيم انا الدكتور شفيق محسن شفيق محسن 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 شو شاعري ماما ماما مو ماما هاتي هلا بدي اياه جيبوا لي اياه من تحت تعطيه الارض هلا بدي اياه جيبوا لي اياه جيبوه جيبوه والله ما بخبي عليكم حالتها خطرة مع احتشاء أمامي سفلي أمامي سفلي خلص بقى كلي أما حالتها هلأ بدأت تستقر شو بيصير معها خلال 24 ساعة القادمة الله بيعلم إيه شكرا كثير دكتور عزبناك معنا لا تواخذ أمامي سفلي
على فكرة شو قصة هاي درفة الخزانة اللي متمسكت لي فيها وما عم ترضى تتركها؟ ما بعرف دكتور، هي ما رضيت نأسفها غير لما حطينا لها الدرفة على بطنها. بعيدا عنك، ومينو هذا الشخص اللي على طول عم تسأل عنه؟ وينه؟ هاتوا لي اياه، جيبوا لي اياه. هذا يمكن ابنه. انا برأيي تتصلوا فيه وتخلوه يجي فورا، يمكن اذا شفته ترتاح وتشفى بسرعة اكثر. على اذنكم. اذنك معك. جميل، شلون بدنا نجيب ابنه من الخليج؟ بسيطة، بنتصل فيه. معك رقم؟ لا هلا بس تصحى بنسألها شو رقمه. جميل مات؟ لا شو مات؟ مرحبا يا اخ. ايوه ابن عمي ما مات. ليش ما هيك يا ذكي؟ ما بدي اجي. ما انا هيك مش راضي اوصل. ما بصير هيك، ثاني مرة بدك تعملي اياها. عفوا، ام محمود كيفها؟ مين هي اللي دخلت هلا؟ ايوه. اي بدون الله يعافيها. حضرتك اللي مشرفة عليها جوا؟ اي انا. يعني هيك كلهم حلوين مثلك جوا بالعناية المشددة، لو بعرف انه في هيك ملاك رقيق رقيق وشاعري ولطيف، كنت حطيت جلطة بقلبي وفت لعنكم لجوا. لا تحاول، مخطوبة. وانا متجوز. تعال هون جميل. هلا انت ما كنت تتوم؟ بركي كان طبعا بتطبع حسنا ومثل هذيك ما لطشتك كف، هي تلطشك بالقنينة اللي معها، عاد بتفوت لعند غرفة ام محمود وبداويك الملاك الرقية. حلوة. ايمتى بدنا نضل قاعدين هون نحنا؟ حرام، مشان ام محمود قطي ما لها غيرنا جميل. طب نحن شو بدنا نساوي لها؟ هي الدكاترة عم يضربوها قبر ويشتغلوا فيها، نحن شو بدنا نساوي لها؟ حرام، بركي اعتازت لها شي شغلة. شو بدها تعتاز؟ انا ما عاد سمعت صوت ام محمود. شو بتقول ماتت؟ لا شو ماتت؟ ام محمود. ايه عيونها. شفتي انه ما فيها شيء. ما طبقت معه الظاهر. صعبه. مرحبا جميل. اهلين هنو. لك شو المفاجاه الحلوه هي؟ مفاجاه حلوه، وبدي اذن لحتى ادخل لعندك. معلش بس ورده ما بتعرفك لانه ورده؟ قصدي الآنسة وردة السكرتيرة الجديدة. حلوة ما مو حلوة؟ هالمرة عرفت تنقي مو لهذيك السكرتيرة. يعني حلوة شفتيها؟ حلوة بعقل؟ ايه بتطير العقل. ايه مو بس حلوة، هي حلوة الحلوات وجميلة الجميلات ووردة الوردة. ايه الله يهنيك يا رب. جميل، انا جاي عندك بخبر رح يفاجئك. شو هو؟ محمود ماتت؟ لا شو ماتت؟ ايه رح تعيش عيشة العمرين من يوم ورايح. ليش ركبت قلب جديد؟ المصاري اللي ربحتها راح تركب قلبين بدل القلب. مصاري وربحتها؟ شو ربحتها هي؟ بيكون ابنها بعت لها من خور فكان. شو خور فكان وما خور فكان؟ حبيبي جميل، ام محمود ما اجت الجلطه لانه خسر 70 ورقه حق ورقتي يا نصيب، بالعكس ربحت الجائزه الكبرى. طلعي عاوزك هلا عن جد، هي ربحت ولا بدك طالع عليها اشاعه مثل ما طلعت علينا؟ صدقني يا جميل، أنا لما شفت أم محمود متناسكة بباب الخزانية اللي عليه ورقة ريال نصيب ومو راضيانة تتركه، قلت لحالي أكيد ربحانة تلاقي جائزة، بس مو معقولة الجائزة الكبرى، الجائزة الكبرى يا جميل طلعت 3 ملايين. طيب شو عرفك إنه ربحت الجائزة الكبرى؟ يا سيدي أنا نزلت على السوق وسجلت رقم الورقة اللي ربحاني بالجائزة الكبرى ورحت على المستشفى وقارنت الرقمين طلعوا متطابقين. متأكدة؟ طبعاً متأكدة، خطيها لأم محمود قلبها ما تحمل الفرحة منيح ما راحت فيها. هدول 3 ملايين مو قلال، بس بدي أسألك حدا غيرك دريان بهالجائزة الكبرى؟ ما بعتقد. هلا ما بتعتقدي شيء والواقع شيء تاني، مشي معي. لوين؟ على المستشفى. وشو بدك تساوي هني؟ نحن لازم نحافظ لها على النمرة ليقوم حدا يلطش لها اياها، نسيتي انه هي الجائزة تصرف لحاملها؟ مشي. مشي. ليش؟ ما بدي افهم. اريح لها دكتور، اريح لها. ومين قال لك اريح لها؟ صدقوني هون احسن. بعدين ليش لتنقلوها وتشططوها وتتكلفوا مصاريف زيادة ما لها طعمة؟ التكلفة مو مهمة، المهم انه هي ترتاح. يعني اهلها جيرانها بدهم يزوروها، وبتعرف هو القوانين صعبة، ممنوع حدا يفوت ويطلع، واللي بيفوت ما عم يطلع. عفوا. تعالي خليك. انا ما بنصحكم، على كلن انتم حرين، اذا بدكم تنقلوها بتكتبوا لي تعهد خطي باخراجي على مسؤوليتكم، انا بصراحة ما بقدر طلعها من هون على مسؤوليتي. بنكتب شو علي حكيم؟ نكتب. مين حضرتك انت؟ ابنها؟ لا شو ابنها. انا اسف كثير ما بقدر، بدي تعهد خطي يا اما من زوجها يا اما من ابنها. زوجها عطيك عمره؟ يبقى ابنها. ابنها بخور فكان، منين بتجيبه؟ انا اسف كثير ما بقدر. طيب انا عندي فكره، بصير هي توقع على التعهد بخط ايدها؟ ايه بصير،
خلاص محلولة إلك مني، جب لك تعهد موقع بخط إيده أحلى توقيع. برجع بالكون هون مو أسوأ من المشفى الخاص، وأنتو حرين. مزبوط. على كل حالي كتر خيرك، انت عملت واجبك دكتور وفضلت علينا. معلش معيتك تعطينا شي ورقه بس تكرم عينك مشان تفضل تعهد. هاي ورقه بيضاء بلكي بتطلع من هون رح ينفل جوز شافوا حدا طالع من هون صاغ بقدر فوت لعندها. تفضل. لا تواخذني بس انا بتقل دم شوي. تفضل. طيب وين ما بيصير؟ شو فكري مين ما كان بحق له يفوت لهون؟ سمعنا انت. انا اخذ اذن. ايوه بعدين مدير انا. روح عندي شو جابك لي فكر فيها شو ربا. يلا عدي. ايه جميل لا تفوت مشدده هي. دكتور خليها تفوتنا. يا نور نعم تركي يفوت تفضل. كيفو؟ ايفو شو يعني؟ مهم 3 ملايين. لك شو عم تساوي؟ شو عم تكتب؟ لحظة محمود، انت شلوني؟ الحمد لله صرت احسن انا. ابو طارق قلو للدكتور انه يطالعني من المستشفى، ما عاد يجعني شيء، بدي اروح على البيت، مضطر اروح على البيت لانه انا شكي. وقعي. علاش بدي وقع؟ لا تخافي ما في شيء بضرك، وقعي. ما وقع لا اقرا شوف شو مكتوب. طيب اقري وبعدين وقعي. ماشي. انا الموقع ادنان سعدي المسعود، اتعهد بالخروج من المستشفى على مسؤوليتي الشخصيه وانا بكامل قواي العقليه وعليه الوقع. لك ليش المستشفى الخصوصي مصاريفها كثيره؟ ما بدي، طالعوني على البيت، مضطر اروح على البيت انا. لك هلا انت وقعي وبعدين وين ما بدك باخذك. اسمعي مني وقعي احسن ما يطيروا 3 ملايين اللي تحتك. وانت شو عرفك؟ مرحبا يا نسيه. اهلين. الله يرضى عليكي. محمود طاشش قلبه بدها كاسه مي. ان شاء الله. مو تكرم عينك. الله يكرمك. اللي هون عرفانين انه في 3 ملايين تحتك، مشان هيك لازم ننقلك على مستشفى خاص، لانه هنيك بنقدر نحطك باوضه لحالك ونراقب الباب، ما حدا يقرب على الملايين اللي تحتك، فهمتي؟ وقعي. هاي ايه بوقع، دلني وين بدي وقع؟ هون. ابو طارق طالعني من هون بسرعه، طالعني من المستشفى وقع. تكرم عينك راح طالع هيك محمله على كفوف الراحه. يلا حبيبي. يلا. شو جايب لجاي؟ مرحبا. مرحبا انس. اهلا وسهلا. يا اهلا. هي الاخت ام محمود. اهلا وسهلا خالي ام محمود. حكينا معكم مشانها حكوا بخصوص الموضوع. يا اهلا. ممكن توقعلي بس هون؟ يا على عيني. شو جايب لجاي؟ وقت حبيبي. يا هلا. هون؟ ايوه. يلا شكرا. اهلا. ان شاء الله مع فاي خالي ام محمود. الله يعافيك. وين نروح هلا؟ انس هيام اذا بتريدي. يا اهلا وسهلا. يا اهلين. تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا. اهلين. شكرا. يا اهلا. تفضلوا معي. هاي ام محمود جيبي لي طبايح. مرحبا ام حسين. هاي ام محمود. ها جبنا لك اياها. ساعدني اذا بتريد ننقلها على التخت. هي مو براسي. تعال تفضل. بن عمي نقلني احملني. يلا تعال تعال. شو أكلة؟ على مهلك تقولي. شو أكلة؟ على مهلك بن عمي. شوي شوي جميل عليها. شوي 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 شوي. على مهلك. هاتي هاتي بإيدك. تفضلي يا محمود. هاتي عنك هالخشبة. تركي يا كيا من إيدك. ليش لازم تاكل خشبة؟ هي بتضايقك. ما بيصير. انا هون مو مستشفى خصوصي. حرة انا بساوي اللي بكيفي. اتركي يا معلش يا انسة. اتركي لها الخشبة. معلش هي بتحبها لهي الخشبة. ما بصير. لازم تشيل الخشبة عن صدرها مشان نوصل المونيتور. شو هاد؟ مونيتور. هلا اتركي لي الخشبة. روحي اشتغلي لي بالمونيتور. روحي. تعي تعي على الخشبة. مرحبا. لو سمحتي بدنا نطلع. بس مشان ما يشغل بالك انا بجوز اخر شيء نص ساعه او اكثر. خلصينا بقى الغداء.
ماشي؟ ايه اوكي، يا اهلا. هلا الله معك. دخلك ليش مستعجلة انت قاعدة عم تصرخي فيي؟ انا طالعة ضروري. مين وهيدي يا محمود بتكون؟ باين شغلة كبيرة ما؟ اكيد. تفضلي. تفضلي شكرا. خليها الكرسي. انت بدك تضلي قاعده هون؟ طبعا. لكن مين بده يراقب المونيتور؟ تركيت للمونيتور من ايدي. تركي ما بدي اقرا انا. ما بصير، بلكي صار لك شي فجأة. اوه ليه؟ لا ولو يا محمود. لا تكلي هم، لا تكلي هم نهائيا. انا ما رح اتركك لحالك معه، رح ضل هون. ايه تقبرني وطارق تقعد جنبي، لا تتركني لحالي، عود بيسع. ايه يلا هون. لك ايه مالي تاركك لتطلعي من هون محملي على كفوف الراحه ان شاء الله. المحمود شو رايك تعطيني الورقه وروح اصرف لك اياها واحط لك المصاري بالبنك احسن لك؟ اسمعي مني. لا معلش انا شكرا كتر خيرك، انا بصرفها بذات نفسي. اسمعي مني محمود، ما بتخسري بالمره. مستحيل. انت اصطفلي، حبيت اخدمك. شو رقم ابنك بخرفك؟ شو بتكمل ابني انتو؟ طولي بالك، بدنا نجيب لك اياه من هذيك المستشفى وانت عم تصرخي جيبوا لي اياه جيبوا لي اياه. ما بدي ابني انا. نجا اجا مان اجا بي. ما بدي ابني. بدك مين بدي؟ بدي بيع لي نصيب. بدك تعطيه حلوانه؟ بدي اخلع الرقبه شيته. ليش؟ لانه ما عطاني النمره اللي بتربح جائزه الطرغية. قتلك قتلك ما اسالي. قلبي قلبي. رجاءً بلا انفعالات، القلب بلش يتقلب.